الكتيبه لينا في الدم حيت كنحبوها و والسلاله السرديه كاينه الا في المغرب ما كايناش في شي بلاد اخرى. وهاد الحواله هادو هاد الحولي هذا عنده 4 سنين اللي هو كيوزن 170 كيلو وهذا عنده عام دابا اللي هو كيوزن 135 كيلو وكاينه النعجه اللي هي كدير قنطار وثلاثه قنطار واربعه اللي عندها عامين وكاينه البنت اللي هي كدير 93 كيلو. هادو هما السلاله السرديه ياكل بسواد وينظر بسواد ويمشي على سواد. هذا ما عنده ثمن، انا ما نبيعوش لا بسبعه ولا بعشره ولا بثمانيه، ولكن يجي شي كساب اللي هو يبغيه غادي ربما يمكن غادي نزيد به هذا العام وغادي نبيعه ونبيعه لي غير بربعه ولا ثلاثه ولا يمشي حتى هو يخدم به، ماشي غادي يمشي باش يبيع ويشري به، لانه ماشي غادي باش يربع فيه الفلوس، لا غادي يخدم به ويكون داك الشيء اللي كونت انايا حتى هو يخدم به. وهذا احسن فحل ديال هاد السنه اللي من الضيعه ديالنا اللي عطاوه 5 مليون وفي الوزن ديالو كيوزن شي 125 كيلو من درجات ممتاز. والنوع والفصيله ديال السردي هي خاصو يشوف بالكحل ياكل بالكحل ويمشي على الكحل، هذه هي المميزات ديال السردي. وهالمواصفه ديال السردي راه عاد معروفين الكسابه ديال بني مسكين معروفين بهذه السلاله ديال السردي، عاد واحد الاقبال عليها بزاف وعادوا كيتنافسوا عليها وكتزيد في السمعه ديال البلاد. لا بغينا نخليه باش ندير منه الاصل ديال الغلم، هذا هو المشاركه، حقاش الفلوس كلشي كيفوت، وين الا خليتي واحد الحاجه اللي تعطيك الاصل كتبقى ديما كتزيد قدام.